بون، احنا الان رانا في احدى المزارع الموجوده في الحدود بين ولايه تلمسان وولايه عين تيمشنت، في احدى المزارع التابعه لعائله الفاطمي التابعه لبلديه الامير ولايه عين تيمشنت. حق مزرعه كبيره الله يبارك، الا انها المزرعه الا ان هذه المزرعه يخصها الاناره يعني منعدمه من الكهرباء، وهي يعني على حافه الطريق يعني قادر البطوليات ما راهمش بعاد، ان لو كان يساعدوهم ويجيبوا لهم الخط تاع الكهرباء يعني على الاقل. وطبعا كل المزارع والدواوير او الدشرات راه عندهم كاع الضوء، يعني هنا يخصها الكهرباء المزرعة، يعني كي يكون عندها الكهرباء قادر يديروا يعني طبعا فيها مزرعة قادر يديروا حاجات أخرى، مثلا يديروا الدجاج ويديروا الغنم يديروا أي حاجة، وهما عندهم الصوالح إلا أن ما عندهمش كهرباء، كهرباء مكانش. طبعا رانا نشوفوا لي بارابول بصح مكانش الضوء، يعني ما كان عندهم في بالي موتير ولا مانتين جروب، ومن بعد المهم كان المفروض يحتاجوا منه، احنا ان شاء الله نوصلوا لهم يعني خط الإنارة، وهذا من حقهم يعني غادي يخلصوا، طبعا غادي يخلصوا باش يوصل لهم هذا.